إذا بتجي بتفتح أنت كتابك المقدس تقرأ المزمور مثلا، في آية بتقول تغلب في محاكمتك، بينما بالسبعينية بتقرأها تزكو يعني بمعنى تتزكى في محاكمتك. الكلمتين تغلب أو تزكو كلمة معنى مختلف، أكيد كلمة الغلبة والنصر غير التزكية والطهارة، تزكو تجي من الطهارة يعني والتبرئة. طيب نحن النص العبري الكلمة الموجودة فيه تزكي، تقرأ تزكي. النص اليوناني الكلمة نيكيسس تغلب. ليش نحن كمسيحيين متأكدين انه النص بالاصل كان تزكو او ما كان تزكو كان تغلب؟ ليش بنقول هيك؟ لانه عندنا شهادة بالعهد الجديد من بولس الرسول برسالته الى رومية 3:4 يكتب: فليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا كما هو مكتوب، لكي تصدق في اقوالك وتغلب في محاكمتك. اذا شهادة العهد الجديد اللي هي بالقرن الاول، اذا انا عم بدرس كباحث بترجح القراءة تغلب، واذا انا كمسيحي مؤمن بعرف انه هيدا النص مكتوب بوحي من الروح القدس، فالروح القدس لا يمكن انه يغلط، فلذلك انا برجح كلمة تغلب. وهون بلاقي السبعينية هي القراءة الصحيحة للكلمة.